إذن لمناقشة قرار الحكومة في العراق تأجيل إجراء التعداد السكاني العام للبلاد وإبعاد القرار وبشأن أبعاد هذا القرار وأهدافه ومآلاته، معنا هاتفيا من بغداد الكاتبة والباحثة ثائرة أكرم العقيدي. مرحبا بك. إذن على الرغم من أن الحكومات المتعاقبة أخفقت في إجراء تعداد سكاني طيلة العشرين سنة الماضية، قررت الآن حكومة السودان إجراء تعداد وثم أجلته. لماذا برأيك لم تنجح الحكومات المتعاقبة في إجراء هذا التعداد؟ نعم، حياكم الله. السلام عليكم. السلام. نعم، طبعا لا يتعلق التعداد بإحصاء عدد السكان فقط، وإنما يحدد أدق التفاصيل التركيبية السكانية للدولة اللي تعتمد عليها الحكومات لاحقا لبناء خططها في مجال التربية، في مجال التعليم والصحة وغيرها. بدون قاعدة بيانات قوية فإن البلد يمشي إلى طريق مظلم ومغمض العينين، هكذا يعني هي حال العراق الآن. طبعا الامتناع عن تنفيذ التعداد السكاني يعني دخول المؤشرات الإحصائية في العراق حيز التخمين، وهو ما ترتب عليه فشل معظم خطط التنمية الوطنية كونها مرتكزة على بيانات تقديرية غير موثوقة. وفي ظل غياب التعداد فشل العراق في تحديد حجم النمو السكاني بدقة، ما منعه من تبني سياسات تقلل النمو السكاني المتزايد، وما أدى لنشأ ظواهر الزحف على الأراضي الزراعية وزيادة الاستهلاك وشيوع البطالة. حكومة بغداد عجزت أيضا عن إصدار مؤشرات موثوقة تعين صانع القرار أو خطط ناجحة متوازنة بين حجم السكان وتوزيع الخدمات التعليمية والصحية، وما خلف أضرار جسيمة على كافة جوانب التنمية في العراق. طبعا نعم. يعني أين الخلل برأيك عندما أعلنت حكومة السودان ثم تراجعت عن ذلك؟ أين الخلل؟ لماذا لم تأخذ بالحسبان ما تفضلت به من إجراءات و يعني هذه البيانات لكي تكون لديها المعلومات الكافية لإجراء التعداد السكاني؟ لماذا لا تستطيع هذه الحكومات المتعاقبة حتى الآن من الحصول على هذه البيانات وتبويبها وضبطها لكي تجري تعدادا سكانيا؟ نعم، طبعا أغلب دول العالم تجري التعداد السكاني، يعني نحن يعني مثل أغلب دول العالم لازم التعداد السكاني يكون كل 10 سنوات. كان مفترضا أن يتم عام 2007 ليتم إجراءه، وأجل إلى 2009 بسبب الظروف الأمنية، وبعدين أجل إلى تم تأجيله إلى 10 سنوات دفعة واحدة. طبعا في عام 2019 تم إرجاءه مجددا، لكن بسبب تحجج بظرف كورونا وما ذلك. وحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق إن استعدادات تنفيذ التعداد بدأت منذ عام 2019 وكان مؤملا أن تنفذ عام 2020، لكن جرى تأجيله بسبب جائحة كورونا بعدما كان مستحيلا على المنظمين تكييف 150 ألف باحث ميداني بالتجول على المنازل في هذه الظروف، إذا أرغمت الوزارة التخطيط على تأجيل المشروع. طبعا هذه حجة، يعني نحن كلنا نعرف جائحة كورونا تقريبا سنة طولت، يعني كيف أنه جدولهم للإحصاء يبث في نفس هذا الوقت؟ إجراء التعداد السكاني يرتبط بتحديد طبيعة المسار الانتخابي في العراق، ويتم ما يخص إسناد المقاعد البرلمانية وتحديد نصيب كل محافظ من هذه المقاعد على الدستور، الأمر الذي يؤدي في الغالب إلى عرقلة التعداد من قبل بعض الأقليات المتنفذة والمحافظات الأقل تعدادا، حفاظا على تمثيلها البرلماني القائم على المؤشرات التقديرية. طبعا أيضا إجراء التعداد سيحسم الخلاف التاريخي حول أحقية حكم المناطق المتنازع عليها، وهو ما يجعل العديد من الجهات السياسية متخوفة من إجراء هذا التعداد. فالمادة 140 من الدستور العراقي نصت على أن يجري إحصاء دقيق لعدد سكان تلك المناطق، ثم يجري فيها استفتاء حول رغبة سكانها في الانضمام الإقليم أو البقاء في بغداد. حتى موضوع المهجرين أيضا داخل البلاد و
المهاجرين أيضا في خارج العراق، هذا أيضا هذه أيضا مشكلة. العراق المهجر اليوم والتغيير الديموغرافي الذي غير معالم البلاد منذ احتلال الأمريكي واليومنا هذا، فضلا عن حال النازحين في المخيمات مع وجود مناطق لا يستطيع أحد طبعا الوصول إليها، وأيضا هناك النازحين مبعثرين في القرى وفي الأرياف في أطراف المدن، يضاف لذلك منح أكثر من 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 أكثر من 5 ملايين شخص الجنسية العراقية. جميع هذه الحيثات تعد أسبابا كافية لنقض وإفشال ما جاءت به الوثيقة الوطنية للتعداد السكاني لهذه الحكومة. أيضا هل هناك تأثيرات خارجية برأيك دفعت ربما الحكومة الحالية إلى تأجيل إجراء التعداد السكاني في هذا التوقيت؟ نعم أكيد هناك قوى خارجية للتأثير على تأجيل التعداد، لأن هناك من لا يريد أن تتعرقل مصالحه بسبب ما آلت إليه هذه العملية من إفرازات، كما أن حدت المشاكل التي عيقت إجراء هذا التعداد، الخلاف القائم بين حكومة بغداد وأربيل عاصمة الإقليم بشأن السيطرة على المناطق الخاضعة للمادة 140 من الدستور. طبعا هناك توقعات ومخاوف بشأن الاقتصادي من أن العراق مقبل على انفجار سكاني قد يخلف الكثير من التداعيات السلبية على اقتصاد البلاد، وبالتالي الجهات الخارجية المستفيدة. هذه المخاوف مدفوعة بالواقع الاقتصادي للبلد الذي يعتبر ريعا ويعتمد بشكل شبه كلي على إيرادات بيع النفط لتأمين نفقات الدولة، مع تداعي وتهالك جزء كبير من البنى التحتية للخدمات العامة والقطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة وغيرها. الحلول الحكومية لهذا الملف غير موجودة، وهذه الزيادات السنوية وعدم وجود اقتصاد داعم لها ولذويها سيحول الفرد العراقي إلى معيل لأكثر من 5 أشخاص، وبهذا سيتحول الاقتصاد إلى استهلاك مفرط دون أي إمكانية لتراكم مالي، أي استهلاك من اليد إلى الفم. الحكومة عاجزة عن توفير حتى حليب للقادمين الجدد وأمهاتهم قبل وبعد الولادة، فكيف سينشأ هذا الجيل وبأي صحة وبأي قابلية على العمل والإنتاج؟ نعم. إذن من بغداد كاتبة والباحث ثارة أكرم العقادي، شكرا جزيلا لك.